رغم وجود التقنيات الحديثة في استخراج زيت الزيتون، لا يزال سكان بني ورتيلان متمسكين بالطريقة القديمة التي تقاوم الاندثار. دوران العجلة الحجرية تعلن عن قدوم قطرات الذهب الأصفر. كل سقاس نبدأ كدبي ديسمبر دبي ديسمبر نورمالمون دا تكشم الغلة كاين لا ريجيون غادي يبدو 25 مي كاين نبدو داير دبي ديسمبر نبدو ثورا نقيم الحاجة لا كاليتي داشي داشي تحبين ما ردي تويك ساكن دا جديد او يوفن هذه روح هذه مصدك عند جديد. في كل موسم يقبل هؤلاء الشباب على عملية استخراج الزيت بالطريقة التقليدية، طريقة اعتبرت حرفة متوارثة عن الأجداد والأنجع في الحفاظ على العناصر الغذائية للزيت. لي زيتاب في دي تعدي وزمور ما غاديكش مغا غلاصال اثن جا سنراجو شويه ذي حمو كني قحما كني تسهيل الخدمه اسي داوينا ثمني خدامنا سعدين غوطابين سعدين غير غرف غرف اصزن ابري مرا الزنا تغلي لاباط غا الباك اسفتلينغ سقوفتين اسفتلينغ قلي براس سينا قلي براس مرات بريسين هادي عندي غلا شومبر الزيت هادي عندي غي بسال. الإقبال الكبير على المعاصر الحجرية يتزايد كل موسم. الزيت المنتج في هذه المعاصر يتميز بالجودة العالية والمذاق المميز، والرهان من كل هذا الحفاظ على المولود الوطني.